بالمدرسة القرآنية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني جرى حفل اختتام النسخة الثامنة لجائزة محمد السادس الدولية لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره. المسابقة التي تنظمها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عرفت هذه السنة مشاركة 38 شابا وشابة يمثلون 27 بلدا عربيا وإسلاميا بالإضافة إلى المغرب، وقد تم وضع شروط خاصة لتتويج الفائزين الأوائل مرتبطة بأسلوب التجويد والتفسير. يتكون الفرعان من مجموعة من الأسئلة يطرحها أعضاء لجنة التحكيم ويضعون معايير دقيقة لاختيار الفائز الأول بعد أن يجمعوا النقط. كل عضو يضع نقطته منفصلا عن زميله وفي النهاية تجمع النقط. المسابقة كانت في الحقيقة أجواءها منعشة من حيث تنافس المتبارين يعني وتقارب مستواهم، كذلك لاحظنا وجود أصوات يعني طيبة ومواهب إن شاء الله واعدة في المستقبل، وأيضا لمسنا اهتماما بالقرآن وبالتفسير. لجنة تحكيم هذه المسابقة وبعد يومين من التباري بين المشاركين اختارت المغربي محمد سيد فائزا في قسم الحفظ الكامل مع التجويد والتفسير لجزئين من القرآن الكريم، فيما فازت تركيا شارجو كهدار في قسم التجويد وحسن الأداء لخمسة أحزاب. لا شك أن العدد كان كثيرا من أكثر من 30 دولة من شتى أنحاء العالم الإسلامي، وهذا يضفي على المسابقة جوا من التنافس. أشكر الله عز وجل على هذا التوفيق. لست متوقعة يعني في هذه النتيجة، كانت لي مفاجأة كبيرة جدا، أنا الآن فرحان جدا مبسوط جدا. الجائزة التي تعد من أهم التظاهرات بالعالم الإسلامي لحفظ وتجويد وتفسير القرآن الكريم تهدف حسب المنظمين إلى العناية بحفظة كتاب الله عز وجل من مختلف البلدان وتربية الناشئة والشباب على قيم الإسلام السمحة.